أهلا بكم. في يوم من أيام الله عز وجل ذهب عدو الله إبليس إلى نبي الله يحيى لكي ينصحه، فقال له: يا نبي الله، أتيتك بناصح؟ فرد عليه نبي الله يحيى وقال: كذبت، ما أنت بناصحي، ولكن أخبرني من هم أبناء آدم عندك. فقال: هم على 3 أصناف. الصنف الأول من أشد الأصناف معاناة لنا، نقدم عليهم ونتقرب منهم فنفتنهم ونتمكن منهم فيفترغون فيستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه، نعود فيعودون، فلا نحن نيأس منهم ولا نقضي منهم حاجتنا. والصنف الثاني كالكرة في أيدينا، نتلقفها كما يتلقفها صبيانكم. والصنف الثالث هم المعصومون، لا حاجة لنا بهم وأنت منهم. فقال نبي الله يحيى: فهل أغويتني يوما ما؟ فقال عدو الله إبليس: نعم، ذات يوم جلست على مائدة الطعام فشهيته إليك فأكلت فوق حاجتك، فنمت فلم تستطيع أن تقوم لصلاة الليل. فقال نبي الله يحيى: لا جرم، ما شبعت قط. فقال عدو الله إبليس: لا جرم، لا نصحت آدمي بعدك. الشيطان في الأول عايز أعرفك من هو الشيطان ده. الشيطان هو كل من عتى وتجبر وتمرد، وإن شئت فقل هو الروح الخبيثة، وبالتحديد الحية. عشان كده عايز أسألك سؤال: لما بيكون عندك سحر مقابر ومصاب بمس شيطاني، ما بتشوفش ثعابين في منامك؟ طب ما شفتش المقابر قبل كده؟ بس ده مش موضوعنا. زي ما قلت لك، الشيطان كل من عتى وتمرد وتجبر وشاط وبعد عن رحمة الله عز وجل. عشان كده الشيطان كل نفس خبيثة أو كل روح شريرة أو كل ثعبان حية أنت بتشوفه في منامك بيطردك بيجري وراك، ده شيطان بيحاول إن هو يتملكك. والشيطان يا أخي الكريم عشان يضلك ويبعدك عن طريق الله عز وجل وعشان يمتلك جسمك ويصيبك بالأذى، لازم ياخد 3 خطوات معك، كلنا ممكن نكون عشناهم إلا من رحم ربي. الخطوة الأولى وهو النفخ في النفس. أبقى قاعد كده لوحدي وسبحان الله ابتديت إن أنا أتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى وأصلي الفروض في وقتها وأعمل الخير، فجأة يحصل لي عملية فطور، عندي كسل عن قيام الليل، عندي كسل عن أعمال الخير اللي أنا كنت بعملها، فيجي أصحابي يسألوني: أنت ليه ما بتجيش تصلي معانا؟ أقول لهم: والله أنا عندي شوية فطور كده، إحنا ليه ما بنشوفكش في المكان الفلاني وكنا متعودين إن إحنا نشوفك فيه؟ لا والله أنا نفسيتي تعبانة، ده أنا عندي فطور. هو ما هوش فطور يا أخي الكريم، هو الخطوة الأولى من خطوات إضلال الشيطان ليك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو نفخ في النفس بتاعتك فاصبحت كسلان، اصبح عندك خمول عن العبادات والطاعة. يجي الشيطان ده دوره هنا انتهى، يبدأ بقى شيطان تاني يخش ليك بذاكرة مخيلة عشان يقربك من الذنب. ليه؟ لان جواك الخير، الخير اللي موجود جواك ده اتكلمت عنه في الحلقة اللي كانت قدها. وعشان فطرتك نقية سليمة، ففي حالة فطورك في العبادة والكسل بتاعك ما بيبقاش عندك اقدام على الذنب. ليه؟ لان نفسك هتلومك فهتتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، فلازم يجي لك شيطان تاني يتلقفك من الاولاني. الشيطان التاني ده بيخيل لك الذنب والمعصية. ازاي؟ بكون قاعد مثلا لوحدي ومفيش حد حواليا، فجأة ابص الاقي فكرة صغيرة عن معصية معينة، الفكرة ديت ممكن استعذ بالله من شرها فتبتعد عني نهائيا، لكن في البعض بيتقبلها. فلو انت تقبلتها بقى هتحس بالإحساس اللي جاي ده، كأنك قاعد بتتفرج على فيديو DVD للمعصية والذنب ده وانت البطل بتاعها كمان. وسبحان الله يكون عندك لذة وانت عمال بتفكر ازاي انك انت ترتكب الذنب ده والمعصية ديت لا يعلم بها سوى الله عز وجل، ولكن في حاجة جواك هو جانب الخير، انت ما انتش راضي انك تقدم على الخطوة ديت لانك خايف من الله عز وجل، خايف من العقاب بتاعه. بس بيجي بقى الشيطان ده خلصت مهمته، وهو ان هو خيل لك الذنب وزينه ليك، يتلقفك شيطان اخر. الشيطان الاخر ده هو اللي هيدفعك بقى عشان ترتكب الذنب. طب لو انت بقى سبحان الله اعتصمت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ازاي ان هو هيدخل لك وهيخليك تقع في الذنب والمعصية عشان بعد كده تنسى الاذكار تنسى الصلاة فيمتلك جسمك ويصيبك بالاذى؟ في الحالة ديت اديني تركيزك وانتباهك. هضرب لك المثال على نفسي. طلعت في يوم من الايام قعدت على كافيه، فجأة جاء واحد صاحبي انا ما بشوفهوش بقالي كتير، بس في ذنب ومعصية جوايا نفسي ان انا اعملها بس خايف منها. فيجي صاحبي ده يفتح معايا الحديث والحوار
من غير ما لمح له بأي كلمة وأقول الله ده أنت بتقرأ اللي في نفسي، ويزين لي الذنب ده ويزين لي المعصية ديت ويبينها لي إن هي سهلة ويسيرة وأقدر إن أنا أعملها في أي لحظة بدون عقاب، فآجي أتبعه. ده بقى بيجي الشيطان يكون له قرين من الإنس. القرين من الإنس ده اللي بيتسمى شيطان الإنس. عايزك تعرف إن الشياطين كلها بيشتغلوا مع بعض، كل الهدف منهم إن هم يضلوك، إنهم يبروا القسم اللي أقسمه إبليس القائد الأعلى بتاعهم. فلما يجي بقى يا أخي الكريم الشاب ده يدفعك للذنب، سبحان الله وقعت في الذنب. بس انا عايز اسال كل اخت بتسمع الحلقه ديت، ما حصلش معاكي في مره من المرات انك انت خرجت مع مجموعه من صحباتك وفجاه جت واحده منهم بقت تزين لك ذنب معين وتقول لك جربي هو ايه المانع يا اختي، انت حارمه نفسك ليه، انت مانعه نفسك ليه؟ ففجاه تبص تلاقي ان الذنب اللي انت كنت خايفه منه ومتردده منه أصبح بالنسبة لك سهل فتقع فيه. بعد الوقوع في الذنب بيجي شيطان آخر يتلقفك. الشيطان اللي بيتبدل عليك ده بيجي يبين لك إن الذنب اللي انت وقعت فيه ده أمره هين، استغفر، ويجي يسلمك لواحد بعده عشان تقع في ذنب آخر، فتفضل زي الكرة في إيديه. ممكن واحد يقول لي بقى أنا ما عنديش أصحاب نهائيا، ماليش أصدقاء، ما عرفش حد. يسيطر بقى الشيطان على الجزئية الثالثة وهي النفس الأمارة بالسوء، فيظل وراك لحد ما يوقعك في الذنب. لكن انك انت تقدر تستعيذ بالله من شره في بداية المعصية اقدر، لكن من رحمة ربنا ان الشياطين بتتنوع عليك وبتنوع لك الذنوب. تمام، ممكن واحد يقول طب طالما ان الشياطين مسلطة علينا هو ليه بقى يعني انا بتعاقب؟ ليه بتتعاقب؟ لانك في جهاد مع النفس والشيطان، وربنا سبحانه وتعالى وضح دلينا ان احنا ما نتبعش خطوات الشيطان، ان احنا ما نركنش لوساوس الشيطان. هنا ده دورك بقى، فين مقاومتك لنفسك، فين مقاومتك للشيطان، فين الاستعاذة بالله واللجوء ليه عشان ربنا يحميك منه. يا اخي الكريم كل حاجة في عالم الشياطين بتمشي على نقاط وقوانين معينة يستحيل ان هم يحيدوا عنها، كل هدفهم اغواء بني ادم. لكن في خلوة من الخلوات لما بتكون قاعد مع نفسك ما حسيتش بنبض كده، ايه هو اسباب النبض وايه هو علاجه وايه اللي بيحصل في خلواتنا لما الشياطين بتجتمع حوالينا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. فلو عجبتك الحلقة ديت ما تنساش انك انت تدوس لايك وتشيرها لاصحابك، فتدل على الخير كفاعلي. ولو اول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم فود في امان الله.